عفوا، كل الشكر والتقدير والاحترام الى الرجل المحترم عم الحاج احمد ابو حلمي واخيه الذين حضروا من عزبة ابو امام، فهم سفراء الواجب في كل مكان، كما تقدم لخالص الشكر للحاج عاطف ابو الصديق كفر الحمام وكل من حضر من اهالي كفر الحمام، الحاج ابو مسلم نجيرة حضر إلى هنا مشاركة منه في تقديم خالص واجب العزاء. اللهم صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله، صلاة وسلاما عليك يا صاحب كل قبلة، صلاة وسلاما عليك في الأولين، صلاة وسلاما عليك في الآخرين سيدي يا رسول الله. هيا بنا أيها الإخوة المؤمنون مرة أخرى إلى ساحة القرآن الكريم. وعندما سئلت السيدة عائشة رضي الله عنها عن المصطفى صلى الله عليه وسلم قالت كان خلقه القرآن، أو كان قرآنا يمشي على الأرض. اللهم صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله. بعد أن نقدم خالص شكري وإعزازي للأستاذ الدكتور علي صديق الذي حضر أثناء المقدمة، كما تقدم بخالص شكري وإعزازي إلى كل من حضر إلى هنا مشاركة منه في تقديم خالص واجب العزاء. هيا بنا إلى ساحة القرآن الكريم، ومعنا الليلة أيضا قارئ نشرف به أيضا أنه من أبناء محافظة الشرقية، صاحب الأداء المتميز في الحكم والنغم والصوت، علم من أعلام قراء مصر والعالم الإسلامي، فضيلة القارئ الخلوق أحمد كامل الشربيني، بهنية مركز ديار بلد، يتفضل مشكورا ليمتعنا بمعجزة الحبيب محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويقول
الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال عالم الغيب والشهادة الكبير ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمه وإن ربك لشديد العقاب ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هادي الله يا
الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار وكل شيء عنده بمقدار وكل شيء عنده بمقدير عالم
الغيب والشهادة الكبير المتعال. سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. سواء سر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار وسارب بالنذير ومن مستخف بالليل وسارب بالنذير له له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا قوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال والذي يريكم البرق خوفا وطمعا هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ
ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال وهو شديد المحال وهم يجادلون في شديد المحال له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما هو ببالغ وما دعاء الكافرين إلا في ضلال ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلال
قل الله قل الله ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلال بالغدو والآصال قل ما رب السماوات والأرض هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور
قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور احتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال فيذهب جفاء
وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يظلم الله الأمثال كذلك يضرب الله الأمثال فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال للذين استجابوا لربهم الحسنى كذلك يضرب الله الأمثال كذلك يضرب الله الأمثال للذين استجابوا لربهم الحسنى صدق الله العظيم. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال أضربها للناس لعلهم يتفكرون. صدقت ربنا وبلغ حبيبك الرسول محمد صلوات ربي وسلامه عليه. هكذا إخوة الإيمان والإسلام فقد عشنا واستمعنا واستمتعنا لما تيسر من آيات الله البينات تلاها علينا صاحب الأداء المتميز وجمال الصوت والذي نشرف به أنه من أبناء محافظة الشرقية فضيلة القارئ الشيخ أحمد كامل الشربيني القارئ والمقيم ببهنية مركز ديار بريك المحافظة الشرقية. شاكرا كل السادة الحضور الذين حضروا إلى هنا مشاركة منهم في تقديم خالص واجب العزاء المعلم سعيد أبو سعد أبو رفعة السلم اللوين والمعلم محمد أبو عاصم بقرية إكوة حق الصادق الصحراوي العمدة محمد كامل دكتور محمد مباشر دكتور علي صديق مستشار المحترم سفير الواجب صبري مرسي مباشر معالي المستشار عبد الحليم الغربي ومعالي المستشار بهاء عزام والعمدة صبري فايد والعمدة صبري فايد صاحب الواجب في كل مكان والأستاذ عاطف إمام حق أحمد أبو حلمي
ومشيخك مشتول القاضي حق محمد ابو حسني، كما تقدم بخالص الشكر ايضا الى الاستاذ محمد الامير وكل من حضر من قرية الشمراويق، معالي المستشار عبد المنعم غليم القادم من بليوس، فضيلة الشيخ سيد نقيرة وكل عائلات مشتول القاضي الذين حضروا الى هنا مشاركة منهم لابناء المرحوم الاخ احمد سعيد والاخ محمد سعيد والاخ محمد عبد الستار وربيع عبد الستار والسيد عبد الستار وابناء المرحوم عبد الحاج فتحي ابو مرسي وابناء المرحوم عم الحاج عبد الكافي ابو مرسي وابناء المرحوم عم الحاج عدوي ابو مرسي والى الاستاذ المحترم عبدو ابو عاطف عبد الكافي والى الاستاذ حمدي النغماشي متمثلا فعالات النغماشي داعينا المولى تبارك وتعالى ان يتغمد الراحل الكريم بواسع رحمته. ايها الاخوة المطلون قصور الفراشة في هذه الليلة والمنتشرة على مستوى مصر وهندسة الادارة المتميزة حق صبري ابو فداوي قفر الحمام تحت ادارة المعلم ياسر والمعلم وليد، نقلناها لكم عبر مكبرات الصوت والهندسة الصوتية وانتقلنا الاذاعات الخارجية حق محمد الخولي تحت ادارة المهندس الخلوق احمد الخولي العوزجة مركزية، نقلناها لحضراتكم عبر كاميرات المبدع عميد مصوري مصر المهندس ناصر صلاح شارع وادي النيل في الزقازيق. واجب الضيافة في هذه الليلة البوفيه الدوري تحت ادارة المتر المحترم ابراهيم حسن مشتول القاضي. ايها الاخوة المؤمنون ما زلنا على مائدة القرآن الكريم.